بالفيديو. انهيار وصدمة في الإعلام الجزائري بعد إعجاب بعثة شبيبة القبائل بالاستقبال التاريخي والأسطوري لهم في المغرب وجمال وروعة المغرب، وعلي بن الشيخ ينفجر وينتصر للمغرب. شاهد ماذا حصل. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن المغرب بلد الخير والكرم فاضغط إعجاب للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. وصلت بعثة نادي شبيبة الجزائر للمغرب، وذلك استعدادا لمواجهة نادي الوداد المغربي اليوم. ولكن ما هز العالم وهو الاستقبال التاريخي والغير مسبوق لبعثة النادي الجزائري بالمغرب رغم توتر العلاقات، حيث كان استقبال في المستوى بالزغاريد والحليب والتمر وتناول إفطار رمضان الذي اجتمع فيه جميع أنواع الأطباق والحلويات المغربية وما لز وطاب. وعبروا عن إعجابهم وسعادتهم بحفاوة استقبال وكرم المغاربة، وقد جن جنون الإعلام الجزائري بعد هذه الواقعة. وقال أسطورة كرة القدم الجزائرية علي بن الشيخ في تصريح لقناة الهداف الجزائرية: هذه الأخلاق والكرم الحقيقي التي علينا أخذ العبرة والتعلم منها كجزائريين. خلاصة القول: تلزمنا سنوات وسنوات للوصول لمستوى المغرب، فالمغرب أصبح رمزا للكرم والضيافة والتطور الاقتصادي وكل شيء. ولهذا السبب الجميع أصبح يفضل المغرب، أصبح مسحور بهذا البلد الرائع. حتى البرازيل رفضت مرارا مواجهة الجزائر ولم تتردد في قبول مواجهة المغرب. نحن أصبحنا منسيين والجميع أصبح يكرهنا وأصبح ضدنا، وكل هذا بسبب حقد مسؤولين على المغرب وملايين الدولارات تهدر سنويا من أجل دعم جبهة البوليساريو، بينما الجزائر تحتضر. حق لك الله يا بلادي. وفي النهاية إذا كنت تفتخر بمغربيتك فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة.